ذلك أكد جمال الدين فرار بأن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة على عكس دول متطورة بفضل المجهودات المبذولة من طرف الطواقم الطبية. أضاف بأن وزارة الصحة وضعت برنامجا صحيا خاصا بشهر رمضان. والتفاصيل في ميكروفون رميلة عتام. ونشوفوا نقارنوا يعني الوضعية الوبائية في بعض البلدان حتى المتطورة، نشوفوا بأنها كارثية، والحمد لله لحد الآن على المستوى الوطني يعني الحالات مستقرة، حتى الوفيات مستقرة بفضل جهود كل الأطقم الطبية والأطقم اللي تشغل يعني على مستوى المراكز تاع وزارة التضامن. يعني مع حلول شهر رمضان الكريم، وزارة الصحة سنويا عندها برنامج تحسيسي يعني موسع فيما يخص الصيام والصحة، وهذا يشمل عدة جوانب خاصة فيما يخص يعني أبائنا والأمهات نتاعنا اللي موجودين في هذه المراكز، لأن بعضهم عندهم يعني أمراض مزمنة، وآخرين يعني عندهم أدوية، وفي كبار السن أيضا يعني لم يسمح لهم بصوم الشهر الكريم.